صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله الحلقه بسيطه جدا، حاجات كده تعتبر سناكس. عاملين النهارده كرواسون بالشوكولا وبالجبنه بطريقه بسيطه وسهله، بدل ما نروح كده نجيب كرواسون من بره، لا عاملاه بعجينه الباف باستري. هنعمل كرواسون حلو قوي وبيستوي في 10 دقائق. عندنا كمان النهارده بيتزا، بس بيتزا من نوع خاص بالذات الناس اللي مش عايزه تبقى تتخن او بتحاول تحافظ على وزنها، فعاملين النهارده بيتزا حلوه جدا بعجينه الفراخ، عاملينها بطريقه لذيذه جدا. عاملين برده حاجه سناكس كده بالبطاطس والبيكن بطريقه لطيفه جدا. ماشي، يلا نبدا الحلقه النهارده ببيتزا الفراخ. محتاجين فيها ايه؟ محتاجين فيها كيلو صدور فراخ، طبعا صدور الوراك ممنوعه خالص في الوصفه دي. كيلو صدور فراخ بنفرمه، طبعا بنغسله كويس قوي قوي، وبعد كده نصفيه وبعد كده نفرمه، لازم وهي بتتفرم تبقى ناشفه خالص. معاها ايه بقى؟ معاها جبنه بارميزان مبشوره وموتزاريلا. طبعا احنا عارفين بارميزان لو مش متاحه ممكن نحط جبنه رومي. عندنا كمان بهارات ايطالي وتوم بودره، ملح وفلفل وبيض، وطبعا في نقطه خل مع البيض عشان ما يبقاش فيه زفاره. هنعمل التوبنج بتاعنا بقى اي حاجه انتوا عايزينها، يعني انا عامله هنا طماطم شاري وطبعا صوص البيتزا، وعامله كمان جبنه موتزاريلا وفي فلفل رومي شرايح وبصل شرايح وزيتون. التوبنج ده بالذات زي ما انتوا عايزين، بيليه معاها البسطرمه لو عايزين تحطوا بسطرمه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، بهارات دايما صدور الفراخ لما بتتفرم سواء هنعملها كفته او بيتزا او اي حاجه لازم تتبل كويس قوي، لو ما اتبلتش كويس بتبقى فيها للاسف شويه زفاره. ملح، فلفل، بودره ثوم، بهارات ايطالي، هنحط كمان البيض والخل، ممكن نحط بابريكا، ممكن نحط زعتر، ممكن نحط كمان بهارات فراخ، ممكن نحط حبه كركم، يعني لازم نتبلها تتبيله حلوه قوي. انا كمان هزود عليها شويه كده ايه، بقدونس مفروم. خلاص بس كفايه كده، بيديله طعم لطيف قوي برده. طيب لو حسيت ان انا محتاجة اكتر هحط. فلفل اسود، ملح، البيض، بودرة الثوم، البهارات الايطالي بتخلي طعمها حلو قوي، وما ننساش معلقه الخل عشان ايه، البيض. خلاص طيب نلخبط البيض كده كويس قوي مع البهارات والبقدونس عشان نضمن ان مفيش زفاره خالص، كده ضمننا ان التتبيله. على فكره ريحه طالعه حلوه قوي، يعني مش قادره احكي لكم البهارات الايطالي مع بودره الثوم عامله ريحه عامله ازاي. هحط ده بقى كده، مش هينفع اخلطها كده، لازم بالايد عشان نضمن انها ايه، كلها متجانسه. طبعا انا النسخه صراحه ما عملتش البقدونس، بس انا حسيت دلوقتي ان انا عايزه احطه. ممكن ما تحطوش البقدونس، انا في النسخه عاملاها بلين ما فيهاش بقدونس خالص، ساده. طيب مهم قوي هنحط الزيت عشان تبقى طريه، معلقه زيت، ممكن احط زيت زيتون او زيت عادي، وهنحط برده في طاسه البيتزا معلقه زيت. انا هحطها هنا وهي كده ولا كده ايه، هتكش. خلاص هحط عليها بقى جبنه الموتزاريلا، حبه من البارميزان او الرومي زي ما قلت لكم، دي بقى هتمسكها كمان. ممكن تحطوا عليها حبه شوفان لو عايزين، المهم مش هنحط دي ابيض يعني في الوصفه. بصوا عاملة ازاي. طيب احنا دايما في عجينة البيتزا بنعمل ايه، بنحط كله على بعضه؟ لا احنا هنحطها 10 دقايق في الفرن
تستوي، وبعد كده هبتدي احط ايه التوبينج بتاعنا. يلا نفرد. ريحتها جميله جميله، بصوا انا عماله اشمها ازاي وهي نيه، هو ده اللي انا عايزاه. اوعوا إيه تحطوها وهي ريحتها مش حلوه، لازم تبقى ريحتها حلوه. الفراخ بالذات غير اللحمه، الفراخ بتزفر بسرعه. طبعا بتكش شوية طبيعي، فانا عاملة حساب الموضوع ده. نسويها بس كلها، ولا تبقى تخينة قوي ولا رفيعة قوي. كده طبعا نبقى محضرين الفرن، يبقى سخن. اوكي يلا هحطها في الفرن. واسيبها لحد ما ايه ما تستوي. طيب قبل ما تستوي بقى هنعمل ايه؟ هجيب الفلفل الالوان، نحط كل الحاجات على بعض، فلفل الاحمر والاصفر والاخضر زي ما قلت، التوبينج ده على حسب ما انتوا عايزين. الطماطم، الزيتون، فاضل ايه؟ فاضل البصل، هنقطعه برضو، نقطعه زي الفلفل كده. وطبعا التقطيعه برضو كل واحد على حسب مزاجه. البصل يفضل يتقطع رفيع قوي، ده الناس اللي بتحب البصل. ما بتحبش البصل انا عارفه مش هيحطه على البيتزا. انا شخصيا البصل ده بحشره في اي حاجه. خلاص هعمل باقي البصلايه، كفايه بصلايه واحده. خلاص كده ماشي. ايه رايكم بقى نطلع فاصل؟ هنرجع ان شاء الله تكون عجينه البيتزا بتاعت الفراخ استوت، ونبتدي نحط عليها التوبنج ده وندخلها تاني الفرن. نطلع فاصل نرجع تاني، يلا بينا. رجعنا تاني بعد الفاصل. عايزه اقول لكم بقى عامله دلوقتي مقبلات البطاطس اللي بالبيكن والجبنه، طعمها لذيذ جدا جدا جدا، وسهله في الاكل، وتنفع برده في اللانش بوكس. يعني في حاجات بقول لكم، والبيتزا على فكره اللي هتطلع دلوقتي لما تبرد ممكن نقطعها دواير ونحطها للاطفال في اللانش بوكس. كده استفدنا ان هم كلوا فراخ وخضار وما حطيناش عيش، فهتبقى لطيفه. خلاص طيب تعالوا نشوف بقى البطاطس محتاجين ايه. محتاجين حلقات بطاطس، بصوا ولا عايزاها رفيعه قوي ولا ولا تخينه، وفي نفس الوقت تبقى اغلبها حجم واحد عشان هنحطها طبقات. وعايزه بيكن، بيكن بسطرمه لانشون اللي متاح، ممكن بسطرمه ممكن بيكن ممكن لانشون ممكن تركي، زبده، بهارات، جبنه موتزاريلا، كريمه، وممكن كمان جبنه شيدر. يعني وانا بحط الوصفه دلوقتي بقول ايه، كنت عملتها بالجبنه شرايح الشيدر عشان وانا بحطها تبقى سهله كده زي البيكن. خلاص الزبده اهي، هجيب بوله بس كده الاول بعمل فيها ايه، احط فيها البطاطس بتاعتي دي. انا حاطه فيها ميه طبعا عشان ما تسودش، احنا كلنا عارفين الموضوع ده. بحط لها
حبة من الملح، الفلفل الأسود، البهارات، الكريمة. الله الله الله، هي البطاطس اول ما بحط عليها الكريمه كده انا شخصيا بتبسط، فمتخيلين البطاطس بيحصل لها ايه؟ يعني انا ببقى مبسوطه جدا. بعدين الزبده طبعا بتخن جدا بس خطيره جدا برضو في نفس الوقت، يعني مفيش مشكله لما نبسط نفسنا شويه كده. معلش جيبولي جلافز، انا نسيت ان انا ممكن احتاج جلافز عشان ايه ما لغوص ايدي عقبال ما الجلافز تيجي. بصوا البيكن برضو هقطعه بحيث ان هو يبقى على قد البطاطسايه. خلاص نجيبه كده كده اهو. ونبص على البيتزا اخبارها ايه، يعني قبل ما هنطلع فاصل ان شاء الله اعمل دي ولا لما نرجع احسن. خلينا لما نرجع. بصوا هعمل ايه بقى كده كده اهو. خلاص كده كده عشان يبقوا قد الايه البطاطسايه. بموت انا في البيكن ده، بحبه حب وبحبه ني كده كمان، وبالذات بقى لما اشوحه كده. والله احط شويه على بيتزا الفراخ، اشوحه كده بيبقى مقرمش مع الزبده. شوف كده، لا عايزه الايدتين صراحه عشان في كريمه وحلاوه وملح وفلفل وبهارات. هجيب البطاطسايه كده احطها هنا كده عشان ما لغوصت كل حاجه، واجيب البيكن اهو شايفين، واحط والله في جبنه بارميجان، رشه جبنه، وهنا كده واحط البطاطس تاني مع بيكن تاني، رشه جبنه، بطاطس. خلاص مش عارفه ليه بفكر المره دي ما اعملهاش بقوالب عشان تبقى كرانشي اكتر وتدينا مساحه اكتر، بس اعمل ايه بقى؟ هدهن زبده كده. يعني نسخه عملتها في قوالب، لا انا حسيت فجاه دلوقتي ان انا لان انا عايزه احط عليها برضو ايه. بص هعملها كده خلاص، يلا مش هحط ال وعلى فكره هتتشال ومفيش مشكله بس تستنوها تبرد شويه كده. ماشي خلاص ما انساش ادهنها. هو هيعملوا الكمية دي كده. طيب هنعمل بقى ايه هنا؟ هنا كده هجيب كبشه صغيره، بس ممكن معلقه صغيره هعمل كده
عشان اضمن البطاطس استوت ومش هطلعها غير لما الكريمه دي كلها تتبخر. ماشي، فما نحطش كتير قوي، هو يا دوبك ربعها اهو. وقبل ما اشيلها بخمس دقايق هحط رشه جبنه تانية، هتشوفوا دلوقتي النسخه عامله ازاي. بس انا النسخه عملتها في القوالب. بس هنمسحها كده بقى كويس ونحطها في الفرن. خلاص هنطلع فاصل بقى، هنرجع تكون عجينة البيتزا الفراخ استوت، هحطها هحط لكم التوبينج. وهنعمل بقى دلوقتي اسهل كرواسون في الحياة، كرواسون بالشوكولا وكرواسون بالجبنة، سهل وبسيط جدا، هنعمله على طول في البيت ونحطه كمان في اللانش بوكس بتاعنا. يلا بينا نطلع فاصل نرجع تاني. نيجي على تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنطلع بقى البيتزا من الفرن عشان نلحق ايه تلحق تخلص. هي كده استوت، عايزين بس ايه نظبط الخضار والجبنه. والحمد لله ما كشتش قوي، ليه البيت برضو والحركات اللي احنا عاملينها، عايزه اقول لكم ريحتها مش طبيعيه، ريحتها حلوه قوي اهي، قوي 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 كمان. بصوا عامله ازاي، شايفين بتتشال بسهوله قوي. ماشي اوكي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي بنعمله في البيتزا العاديه، هحط صوص البيتزا كده عليها، اهم حاجه جبنه الموتزاريلا عشان ايه تمسك الدنيا، بحطها تحت وفوق. الخضار شايفين الجمال، في شيدر احمر هستلفها من الصفايتين. بس هحطها في الفرن بقى لحد بس ما الجبنه تسيح، لان هي خلاص اصلا الفراخ استوت. خلاص يلا بصوا انا عايزه اوريكم بس الكب كيك بقت عامله ازاي وهي لسه ايه بتستوي اهي. بصوا عامله ازاي عشان تعرفوا انها هتطلع بسهوله، احنا بس عايزه الكريمه اللي جوه هنا تتبخر خالص. ماشي، وهحط بعد شويه الجبنه. طيب خلاص دول كده، تعالوا بقى نعمل الكرواسون بتاعنا الحلو جدا. محتاجين تركي، روز بيف، بيكن، جبنه، مش لازم حتى تركي ولا بيكن، ممكن جبنه بس. انا بس يعني النصيحه اللي هقولها لكم ان انا ما خدتش بالي ان انا جبت الجبنه مبشوره، لا الاحلى ان هي تبقى شرايح. ماشي، هجيب كده عجينه الباف باستري الكامله بالطريقه دي. وهجيب دي كده، نخلي دي كده، نخلي دي عشان هنرصها ونحط فيها الايه الكرواسون. دلوقتي عايزين نعمل كرواسون في البيت، عباره عن ايه، عجينه اهي كامله كده اهو،
تركي فالشرايح احسن بكتير، هتسهل لنا واحنا بنقطع. بيكن، طبعا الزيادة هتتشال خلاص. اي نوع جبنة عندنا، اي نوع جبنة، وممكن ما استخدمش خالص البيكن ولا التركي ولا اي حاجة، ونكتفي بالجبنة بس. طبعا الزيادات هتتشال، لازم يبقوا ايه قد بعض كده. اضغط كويس قوي، هبتدي بقى هقطعها كده اهو. بصوا مثلث رفيع، اهم حاجه يبقى رفيع عشان يطلعوا صغيرين شويه. شايفين عاملين ازاي؟ ده هقطعه كبير شوية، كل واحد بقى يعمل ايه على حسب الحجم اللي هو حبه. طيب بعمل ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ بتاخر كده دي شوية، بضغطهم كويس قوي الاول كويس جدا. كده بضغط كويس قوي، ماشي. شايفين ولا بقى ايه اسهل كرواسون في الحياة. اهم حاجة بس الضغطة الاولانية طبعا، عشان هنا حشوينه كذا حاجة، فالموضوع يمكن ايه اصعب شويه. التانية حتى هتبقى بالشوكولاته بس السايحه السبريد، هتلاقيها سهله قوي، بس دي حلوه قوي برضو. ماشي يلا بينا من العريضه ندخل على الرفيعه على طول. دي هتبقى مقلبزه وتجنن دي. نضغط كده خلاص، يلا دي بقى ميكس. بصوا نضغط كويس قوي حتى لو ايه في شويه حاجات زياده ايه هتطلع. شايفين سهلة وبسيطة ازاي؟ دي كبيرة شوية. تعالوا نشيل ده كده هوريكم. واحدة كفاية قوي وبتشبع، وبرضو حلوة في المدرسة في الشغل، يعني لانش بوكس، بتتحط في لانش بوكس، ظريفة جدا اهي. هشيل برضو دي كده منها، ما تبقاش دسمة قوي، وطبعا كل واحد حر يعني.
ده كرواسون كبير بقى، يعني اخر اتنين دول كبار شوية. ده مش هيطلع شكله مظبوط قوي، بس هيطلع طعمه حلو. لان ده من البواقي بقى. خلاص. طيب اخر خطوة ايه بقى؟ بيضة. عشان تدينا لون حلو. ممكن عارفين بودرة القهوة سريعة الذوبان، ممكن مع رشة كده مع البيضة برضو تدينا لون حلو. هنا في جوز الطيب هحط رشة عشان ما يبقاش فيها ايه زفرة خالص. هجيب الفرشة وادهنها وبحطها من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي بتكون استوت. الناس اللي عندها حساسية من البيض ممكن يعملوا الوصفة دي من غير ما نحط ايه التاتش البيض ده، هو بس بيديله لون حلو. طبعا هسيب البيضة دي عشان هنستخدمها للايه للحلو. هتقولي فيها جوز الطيب، هقول لكم عادي جوز الطيب تنفع للاتنين. وكده خلصنا وصفة الكرواسون اللي بالجبنة. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكوا معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل نفس الكرواسون اللي عملناه بالجبنه والتركي او الجبنه والبيكن، هنعمله بالشوكولاته. عارفين اني اللي بالبندق ده بقى خطير، بيبقى بيبوظ كده وتحفه. خلاص. طيب عايزين ايه؟ برضو عجينه باف باستري. هنجيب دي كده ونخلي دي كده على جنب. انا بس عايز اطلع البيتزا من الفرن عشان تلحق تبرد، عشان لو ينفع بس اشيلها من الصينيه واوريها لكم. ان شاء الله هتبرد. اتفرجوا بس عليها كده، اتفرجوا على جمال بيتزا الفراخ. بعد كده مش تعملوها بالعجينه متهيألي، من كتر ما هي هتطلع تحفه. شايفين الجمال؟ طيب يلا بينا. يلا هنحط كده ونايه. لا نتفرج على دي اهم دلوقتي. يلا بصوا بقى، نفرد شوف كده، دي هتفرد احسن. لا عايزة سباتولا احسن كده، ده عيبها الوحيد. بس بقعد كده ايه، حس ان انا بلحوس نفسي لحد ما اخلصها.
بس شفتوا اتلحوسنا ازاي؟ يلا نحاول بس نشيل الزيادة دي كده. في احلى حاجة العجينة بتتشكل زي ما احنا عايزين يعني. لا نشيلها كده دي خالص عشان ايه ما تبوظليش الشكل بتاع الكرواسون، ونعملها دي لوحدها كده خلاص، نخليها دي كده على جنب عشان بس لازم تبقى مظبوطة. طيب نبتدي نعمل برضو نفس المثلث الحلو ده، كرواسون بالشوكولاتة، بدل ما نشتريه اهو هنعمله في البيت بطريقة ايه سهلة بسيطة مفيهاش اي حاجة. اوكي الزيادات دي نعملها اي حاجة وهتتاكل يعني. طيب يلا بينا نفس اللي كنا عاملينه، بس لو حسيت بقى ان في كده يعني ايه انا بحبها بتبوظ كده شوكولاتة، كل واحد بقى يشوف بيحبها ايه، انا بحبها كده. يلا الله، اصلا وانا بعملها مبسوطة جدا. نعمل كده، عايزة احط دي في الفرن. كده ها، دي هتطلع صغننة وزي السواريه كده جميلة. يلا كله هندخل في الفرن. عايزة ابص على اللي انا دخلته هوريكم ازاي يعني بتبتدي تستوي اهي. انا كنت مفروض البس جلافز في الاتنين، لغوصت نفسي. طبعا في البيت الحاجات دي محببة جدا عشان عارفين بنعمل ايه في الاخر. كده طب البايزين دول يترموا؟ لا طبعا اهو اي حاجة اي شكل هيتاكل، لو حلو قوي مع الشاي. عملنا سينابون ده اهو، بصوا اهي اتعملت سينابون، ودي سينابون كبيرة شوية. مفيش حاجة بتترمي، كله بيتاكل، بس البواقي دي نعملها ايه؟ دي نعملها كده. يلا بس انا عايزة بس ايه ابعد شوية لحسن دي ايه بينفش. صدقوا حاسة لا نشيل دول، لان حاسة ان هو
هينفش فيدخلوا على بعض بس كده. فاضل البيضه، في هنا شويه سكر بودره هحطه كده مع البيض، بس السكر ده اصلا انا جايباه عشان ارشه على الكرواسون، خفيف قوي. ماشي، متلزقهمش في بعض الاحسن يلزقوا في بعض. يلا تعالوا اوريكم اللي استوت شويه دي بقت عامله ازاي. بصوا المنظر، احلى كرواسون. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي. طيب وهو كده خلاص بقى نرش عليه كده رشه جبنه، هيبقى احلى واحلى. ما نشتريش كرواسون من دلوقتي خلاص كده. طيب الكب كيك البطاطس اهي اخر مرحله بقى كده. عشان تعمل لي طبقه من الجبنه، ولازم بعد لما تطلع من الفرن نسيبها على الاقل 10 دقايق ربع ساعه قبل ما نطلعها، بتبقى دافيه برضو. خلاص كده خلصنا حلقه النهارده. تعالى اوريكم بقى الكرواسون اللي بالشوكولاته، بصوا طلع عامل ازاي، شايفين؟ ولا بقى عجلنا ولا عملنا 7 طبقات، لان الكرواسون بيبقى عايز 7 طبقات من العجينه ونفرد وزبده ومقادير معينه. اسهل طريقه كرواسون في الحياه، شايفين؟ تحفه تحفه. الشوكولاته كمان دي كل ما الشوكولاته تبقى حلوه كل ما بتديله حلاوه اكتر. حبه كده من السكر البودره بس كده. ده كرواسون جبنه خلصناه، حبه من الجبنه البارميجان، ودي البطاطس الطبقات اللي انا حطيتها في ورق الكب كيك وقلت لكم ممكن ما نستخدمهاش، ودي بيتزا الفراخ الحلوه قوي. وكده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا رب كده الحلقه تكون بسيطه وسهله وعجبتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.